تعبت. طيب احنا ممكن نعرف من غدير ايه الاكل اللي ممكن ناكله اه من بالظبط. الاطباق الكوريه ويكون شبه شويه اكلنا المصري؟ احنا معانا على التليفون دلوقتي الشيف غدير محمد. الو الو، يا غدير ازيك؟ اهلا بيكم. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. قبل بصي مسالك عن كل حاجه وكل حاجه انت بتعمليها، يمكن احنا بنتكلم دلوقتي مش فاهمين قوي، هل الاكل الكوري هو اللي بناكله هنا مثلا في مصر، النودلز والحاجات دي اللي هي تحت اسم الاكل الاسيوي بشكل عام، ولا الاكل الكوري مختلف عن التشاينيز؟ هو عامة يعتبر الأكل الكوري زي الأكل الياباني والأكل الصيني، بس كل بلد بتتميز. يعني الأكل الكوري بيعتمدوا ما بين الحلو والحار، اللي هو سويت أند ساور سويت أند برضه. ساور. أيوه. أما الأكل الياباني بيعتمدوا أكتر إن الأكل بتاعهم بيدخل فيه السكر أكتر ما يكون سبايس. كذلك الأكل الصيني برضه بيعتمد على السكر، وما يعتبروا شبه بعض، بس كل بلد بتتميز برضه من المكونات بتاعتها. حلو. طيب غدير، كلمينا بقى عن حبك للاكلات الكوري، وان انت عملتي قناه على يوتيوب تعرفي المصريين من خلالها اشهر الاكلات الكوريه، ويمكن تعرفيهم عليها وكمان حببتيهم فيها اكيد. هو انا بدأ حب الكوريا من حوالي 2011، طبعا من عن طريق المسلسلات بتاعتهم والبرامج. كنت بشوف الاكل بتاعهم بصراحه كان شكله حلو جدا، بس كان بيبقى عندي فضول هو طعمه عامل ازاي. فبما اني اصلا بحب الطبخ، حبيت ان انا اجرب اللي انا اعمله في البيت واطبخه. بس طبعا اول ما اتعلمت عن طريق فيديوهات الطبخ وكمان الكتب، بقيت اقرا اكتر، وخطوه بخطوه بدات ان انا اطبخه في البيت. من ناحيه المكونات بتاعتها طبعا ما كانتش متوفره قوي، فبقيت اشوف البديل، وفي نفس الوقت ما بعدش عن النكهه الاصليه. فبدات اشارك الطرق الطبخ بتاعتي، طبعا كلهم اعجبوا بالاكل بتاعي في البيت. قالوا لي ليه ما تشاركيش اللي بيحبوا كوريا، مع انه اصلا ترند بقاله كام سنه من قريب. فعملت قناه من حوالي 2019 وبدات اشارك فيه محبين كوريا. بس طبعا كان الهدف في القناه بتاعتي ان انا اشارك اللي بيحبوا كوريا اكل كوري او اكل ياباني، يكون بطريقه سهله وكمان المكونات بتاعتها تكون متوفره في الدول العربيه. حلو. طيب غدير، انا شايف كمان انت عندك كل الادوات الاسيويه، يعني حتى الاطباق او اللي ما اعرفش ممكن تكون بتسميها ايه، اللي بيتشيلوا فيها العيش، هي بتاعتهم، والحاجات كلها الماتيريال كلها بتاعتهم. انت سهل ان انت بتلاقي الحاجات دي هنا في مصر، ولا ده مثلا بيتطلب ان انت بتعملي اوردر به من بره؟ لا، هو مش اوردر من بره. هو انا زي ما قلت لكم، لان اصلا عشاق كوريا وعامه اسيا زادت في السنتين الاخرانيين، فدلوقتي بقى في مواقع بتوفر المنتجات الاسيويه، ما جبتش من بره ولا حاجه. يعني زي البامبو ستيمر اللي انت بتقول عليه، اللي هو عباره عن يعني زي الحله كده من الخشب، ده موجود في موقع متوفر في مصر يعني. طيب ده وفر عليه كتير يعني. طيب غدير، قولي لنا كده ايه اشهر الاكلات الكوريه اللي انت عملتيها من خلال القناه بتاعتك والناس تفاعلت معاها وبعتوا لك بعد كده ان هم حبوها؟ من اشهر الاكلات الكوريه زي الدبوكي، وده بيكون من عند الايه؟ الرايس كيك. الدبوكي. الله على الدبوكي بقى، هو معمول ايه؟ يا سلام يا سلام. هو جميل الصراحه، يعني الطبق ده يعتبر عشق كده بالنسبه لي. ده لا، قول لنا عباره عن ايه؟ المقادير ايه؟ طيب قول لنا. انا لسه هقوله. من عجينه الرايس كيك او كعك الارز، بيكون من دقيق الرز، ده الاساس بتاعه. من عجينه الرز، وده عباره عن رز مطحون بنعجنه بالميه المغليه، وبعد كده بندخل فيه المكونات الثانيه بعد التسويه، وبنشكله على شكل الاصابع بتاعتها. بندخله، بيكون الطعم بتاعه سبايسي وحلو. معجون الكوتشاجان الكوري ده عباره عن معجون حار. فده اللي بيميز طعم الدبكي. كمان الكيمباب قريب شويه من السوشي، بس طبعا بيتميز ببعض المكونات، وبالنسبه لي بيكون احلى كتير من السوشي. بيكون مالح اكتر، لان السوشي بيكون مسكر شويه. اوكي. وكمان اتفضلي. طيب. كملي كملي، عايزين نعرف. كملي. ومخلل الكيمشي. خلل الكيمشي ده ما فيش سفره كوريه بتخلى منه. على فكره الكيمشي ده تقريبا هو اشتهر جدا على الفيسبوك الفتره اللي فاتت، وحتى بقينا نشوف قنوات كتير قوي بدات تعلم ازاي الناس تعمله. هو اصلا ده إيه الموسم بقى بتاعه دلوقتي؟ لان هتقول لك دلوقتي الموسم بتاعه دلوقتي اصلا، لاننا في الشتاء، فبيكتر الزراعه بتاعته. هو عباره عن كرومب صيني. كرومب صيني؟ من الكرومب الصيني. اول مكون اساسي بيبدا بعد الكرومب الصيني، اللي هو الفلفل الاحمر الكوري، بيكون سبايس، وفي نفس الوقت بيدخل من مكوناته صويا صوص، الجنزبيل، بعض التوابل، بيدي لك نكهه حلوه جدا بعد حوالي اسبوعين، لانه بيتخمر صح. في حدود اسبوعين.
بعد كده بتدخليه الثلاجة، وده بيكون طبق اساسي كده في اي سفرة كورية. وبيتحط عليه قطع تفاح كده تقريبا، مش قطع تفاح، الكمثرى. كمثرى، الكمثرى الكوري. بس طب... مش شرط، بس بيدي نكهة يعني غنية اكتر. طب ايه اشهر التوابل اللي الكوريين بيستخدموها في الاكل؟ يمكن انا كنت لسه من شويه بقول لهم هنا في الاستوديو انه الكوريين دايما بيدخلوا البيض في الاكل، يعني جنب الفراخ او اللحمه او على الرز او في اي حاجه بيعملوا بيض عيون او بيض مسلوق وبيحطوه مع الاكل. ايه تاني غير البيض من التوابل؟ من التوابل زي ما قلت لكم الاول، الفلفل الاحمر الكوري ده اساسي، يعني اي اكله عامه بتكون سبايسي شويه. اما بالنسبه للملح، بديل الملح في كوريا، يعني لو انت شفت اغلب الاكل الكوري بيعتمدوا على الصويا صوص بدل عن الملح. منها يديلك نكهه الصويا صوص، ومنها كمان بيديلك الملوحه بتاعت الصويا صوص. هي الصويا صوص يعني هي بحسها املح من الملح. بالظبط، يعني تكون مالحه جدا. بالظبط. طيب غدير، غدير بقى بصي، انت فتحتي نفسنا وانا مش عارف ليه انت على التليفون مش معانا هنا بالاطباق الحلوه دي بصراحه، بس عايز بقى نخش بقى على الموضوع التاني بقى، المواضيع اللي هي البيزنس بقى، واخده بالك؟ هنتكلم على اللانش بوكس الكوري اللي انت عاملاه، كلمينا شويه عليه. اللانش بوكس هو تقريبا من الفيديوهات الاخيره اللي انا نزلتها، اللانش بوكس بالطريقه الكوريه وكمان الطريقه اليابانيه بشكل عام. طيب مكونات اللانش بوكس بتبقى ايه للاطفال؟ يمكن الاطفال مثلا بيحبوا الحاجات الفرايد اكتر، الناجتس، البانيه، بيبقى صعب عليهم ان هم يتقبلوا اكلات مختلفه عن ثقافتهم. اللانش بوكس ده بيكون يعني من مكوناته عند الكيمباب زي ما قلت في الاول، هو عباره اصلا لفائف من الاعشاب البحريه او ورق النوري، بيكون بحشوه الرز واي نوع من النكهات اللي انتوا بتفضليها، يعني الخضار، اي نوع من اللحوم، التونه، شرايح اللحمه، قطع الفراخ، بيكون على حسب الذوق. كمان ممكن تقدمي لفائف البيض بالطريقه الكوريه، بيبقى عباره عن بيضه او ثلاث مثلا بيضات وبتحطها مع الخضار اللي انتوا بتفضليه، او ممكن تخليه ساده تماما. وكمان من ضمن اللانش بوكس قطع الفراخ بالطريقه الكوريه. بتكون مقرمشه كده من بره وبيبقى لها تتبيله مميزه. طب والاطفال حبت اللانش بوكس ده؟ طبعا هو انا ما جربتش على حد، وانا جربت في البيت لان حاليا ما بداتش بزيت. طيب غدير، كلمينا برضو عن المسابقه او الجائزه اللي انت فزتي بيها من خلال هيئه السياحه الكوريه في دبي، ده كانت خاصه اكتر برمضان صح؟ ايوه. احكي لنا شويه عنها. هي المسابقه كانت في رمضان 2020. كانوا من شروط المسابقه ان انا اقدم طبق كوري مناسب في فطار رمضان. فطبعا عملت بنفس الشروط ان انا قدمت فيديو يكون فيه وجبه تناسب شهر رمضان. نزلت كذا فيديو وكمان نزلت الصور، وكان اول ايام العيد قالوا لي ان انا من ضمن الفائزين الخمسه. كانت ايه الاكله دي؟ كانت من ضمنها شوربه النودلز بالطريقه الكوريه، وكمان الكيمباب، وفطائر على البخار. ايه تاني حاجه دي؟ فطائر على البخار. لا دي تالت حاجه، تاني حاجه كانت ايه؟ صدقني انا نسيت. الكيمباب. اوكي انا فاهمه، انا عارفه كويس قوي. احنا مذاكرين كوري بس تيجي بقى قدام الكلام بنقف بنتلعثم. غدير، هل انت بتعملي اكل كوري بس ولا القناه بتاعتك برضو بتشمل يعني اكلات تانيه، اكلات مصري، اكلات من دول تانيه؟ هو انا اول اصلا ما بدات القناه بتاعتي كان بيعتمد على الاكلات الغير تقليديه من اي بلد في العالم. يعني الاكلات اللي بتكون مميزه وكتير مننا ما يكونش عارفها قوي، وكمان الاكل الياباني والاكل الصيني وطبعا الاكل الكوري. فبالنسبه لاي اكله تكون مميزه ومش تقليديه وكتير بيدوروا عليها وما بيكونوش لاقينا، زي ما يكون انا المترجم بتاعهم وبقدمها لهم بطريقه تكون سهله ومكونات تكون متوفره. حلو قوي. طيب غدير، عايز اسالك سؤال. احنا دايما بنشوف ان اليابانيين مثلا عندهم طقوس معينه مثلا في شرب الشاي، يعني القعده لازم تكون معينه وليه طقوس كده، والاكل عندهم برضو ليه طقوس. هل برضو الكوريين عندهم نفس الطقوس دي في الاكل؟ في حاجه غريبه مثلا بتتعمل على مثلا السفره الكوريه قبل ما ياكلوا الحاجات دي كلها؟ هي تعتبر مش حاجه غريبه، على قد ما بيحترموا، يعني بيكون عندهم من عاداتهم وتقاليدهم الاحترام. يعني لو في سفرة كورية بشكل عام، دي أول ما مثلا لو سفرة مكونة من شخص كبير ومثلا أشخاص تكون أصغر منه في السن، ما بيبدأوش الأكل إلا ما هو يبدأ اللي هو إيه زي ما بيقولوا كده، يرفع المعلقة بتاعته ويبدأ ياكل، يبقى ياكل وراه. طبعا من عادات الكوريين من ناحية الأكل بشكل عام اللي هم بيعتمدوا على الرز الأبيض في أي وجبة من وجباتهم، الفطار والغداء والعشاء، الثلاثة دول لازم يكون في طبق رز،
وكمان شوربه صيف شتاء باساس. كمان بيعتمدوا على المقبلات، يعني ممكن ان انا اقدم طبق رز ويبقى جنبه ثلاث خمس اصناف من المقبلات، ده يعتبر بالنسبه لهم وجبه اساسيه وكمان كامله بالنسبه لهم. طب غدير اخر سؤال سريعا كده، هل في حاجه في المطبخ الكوري مشابهه في الاكل مشابهه للاكل المصري، سواء في طريقه الطبخ او في الطعم او في الشكل النهائي ولا لا؟ تعالي الرز الابيض بس. احنا عندنا بالشعريه كان في لقاء مع السفير الكوري في مصر، كان قال ان الاكل، بما انه طبعا كان الاكل المصري، فقال ان الاكل الكوري قريب شويه من الاكل المصري من ناحيه البيبيمبام. في اكله اسمها البيبيمبام بتكون من الرز وخليط من خليط من الخضار وكمان معاها كده بيضه ومعجون حار، شبهه بالكشري بتاعنا. اوكي باستثناء كمان الكيمباب، يعني انا ذكرت الكيمباب كتير، هو برده بيكون لفائف محشيه بالرز، وطبعا هو بيكون من ورق النور اللي هو الاعشاب البحريه، شبهه بالمحشي. هو شكل اكتر من الطعم، طبعا الطعم ما بيكونش قريب ابدا. جوعتينا يا هدير. والله شكرا جدا، نورتينا وبالتوفيق ان شاء الله. يمكن احنا بدأنا كده